ما سكب بنزين على وحدة عائمة للحرس البحري وأيضا تهديد الأعوان بساطور. هذا اللي سمعناه، مش ناخذوا كل التفاصيل مع الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس واحد سي فوزي المصمودي. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. صباح الخير لكل جميع مستمعين ديوان فهد. شكرا لك، مرحبا بك. شنو هي التفاصيل وشنو اللي صار بالضبط في العمليه هذيا؟ عمليه الحقيقه كانت مخيفه، لانه كانت نجم ما لا يقدر بعد السكب البنزين، معناتها نقول احنا عرفوا قيد ولا عاي نجم يصير ما يصير في وسط البحر. معناتها صحيح العمليه كانت مخطره، الحمد لله ما فماش معناها اخطار اخرى ولا اضرار. في عمل معناها عادي بالنسبة للوحدات البحرية، تم اعتراض بعض السفن المجتازين، العمل يقتضي كوني نجدتهم وأسعافهم والحيين دون المواصلة عمل الاجتياز، لكن بطبيعة اللي صار من بعض الراكبين في المركب من المراكب هو الاستعصاء مواصلة الطريق، يعني رغم الخطورة اللي كانت يتعرضوا لها المجتازين، أدى إلى معناه باستعصاء وتهديد بإبرام النار، تهديد كذلك بأسلحة بيضاء، بالتالي فما محضر بحث. معناه هي حالة المراكب معناتها كانت سيئة جدا، يعني في الـ في الـ في عرض البحر بعد اعتراضهم من أعوان الحرس البحري. بالطبيعة الحالة سيئة، هي حتى الحالة حتى مبدئيا مجرد الخروج وفي المراكب هذه خاصة المراكب الحديدية هي معناها تشكل خطر كبير على المجتازين وعلى الأرواح، وشفنا معناها قديش من واقعة صارت، واقعة غرق، واقعة موت أطفال، موت معناها نسجل فيه تقريبا صفة أسبوعية الكوارث هذه، لكن حبوا يواصلوا وتتصرفوا بالطريقة هذه. تحل محضر بحث وقع الاحتفاظ بأربع أشخاص اللي كانوا هم معناها اصدر على الدنبق عندهم الاستعصاء والتهديد الأعوان. يوم السبت يوم 15 يوليو تمت مرهق نيابة الأومية في الغرض، احتفظنا بالأشخاص والمحضر اليوم يجيد النيابة والمحتفظ بهم يمثلوا قدام نيابة الأومية وباش قرروا في شأن مسؤول الإجراء اللازم القانوني. الأعوان لباس، الأمور مريقلة، ما فما حدا إن شاء الله لباس، إن شاء الله لباس ومعاناتها ما شاء الله لباس، ما فماش أخطار أخرى الحمد لله. الحمد لله يا ربي. فلا معناتها اليوم واحد يحرق ويزيد مسلح من فوق، معناتها ساطور على متر قارب نتاع حرقة مش جديدة، يعني في برشا وقايع حتى قبل صارت، كان الأسلحة البيضاء، كان حتى الحجارة، معناها حتى الحجارة كانوا يحضروا الرواح من الحجارة باش يضربوا الأعوان باش يعملوا أي حالة باش يحولوا دون رجاحهم معناها للتراب التراثي. سيبني بركة معناتها فوالا هذوما وكل الأسلحة مشروعة بالنسبة ليهم هما. على كل الحمد لله على سلامة الأعوان، وكان ينجم يصير أكثر من هكا لأنه نعرفوا بنزين وأربعة فرامو أربعة معناتها حاويات متاع بنزين تم إفراخهم على المركب هكا على الوحدة متاع الأعوان هكا بالمعلومات اللي عندنا. تقريبا بعض التفاصيل اللي موجوده في محضر البحث. واضح جدا، الحمد لله على سلامه الاعوان. شكرا لك ويفضلك على التفاصيل. انا اتقرس باسم المحكمه الابتدائيه صفاقس واحد سيد فوز المصمودي وكيل الجمهوريه، شكرا لك. احنا واصلين معكم لقانا، مرحبا بكم العشرة وربع على موجاتنا لقناه تواصل نص النهار.